السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة عمل البسلة بالجزر بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين. معانا بصلة مفرومة ناعم، هننزل بيها كده في حوالي 3 معالق من الزيت او السمنة على حسب ما انت ما بتحبي ان انت تطبخي بالزيت او السمنة. هنشوحها تشويحة بسيطة كده، تمام. وهكون محضرة الصلصة بتاعتي. طبعا هنا ده نص بسلة، طبعا انا بفرزنها بجيبها وفرزها فعندي في الفريزر وبطلعها ساعة الاكل او العمايل، بطلعها لحد ما تفك، تمام زي ما انتوا شايفين كده. هنا البصلة بتاعتي بدأت تتشوح كده او تتحمر كده شوية، ما بسيبهاش تغمق معايا عشان ما تغمقش معايا الصلصة، تمام. هقلبها كده كويس، وطبعا الصلصة بتاعتي بتكون جاهزة، ما بتكونش معلبة، بتبقى طماطم فريش، تمام. هقلبها كده، هنزل بقى كده بالطماطم، تمام. التقليبة بتاعتنا والبهارات بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل، اهو فلفل اسود والكمون وشوية شطة، لو ما بتحبش الشطة مفيش مشكلة، نستكفي بالفلفل الاسود وبصل بودر، لو مستكفية ممكن تحطي الملح والكمون والفلفل كفاية، تمام. طبعا انا هسيب المقادير والوصفة كاملة في صندوق الوصف. هنا هنزل بقى بالبسلة بتاعتي وطبعا التسوية هتبقى على نار هادية. هنا بقى ايه، خلاص كده البسلة بتاعتي استوت، تمام. اتمنى تكون الطريقة سهلة وبسيطة عليكم. كده هنغرفها وبألف هنا وشفا، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.